مناقشة تأسيس أهل الاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلاح ورؤوس الأموال بين دولهم، وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات في مختلف المناسبات، خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. نحن لا نريد أن نعاتب أحد ولا نعطي الدروس لأحد، وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا. أما ما يقوله البعض بأن فتح الحدود لن يجلب للجزائر والمغرب إلا الشر والمشاكل فهي غير صحيح، وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة. فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة يعانون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات. وبإمكان أي واحد أن يتأكد من عدم صحة هذه الادعاءات، لا سيما أن هناك جالية جزائرية تعيش في بلادنا، وهناك جزائريون من أوروبا ومن داخل الجزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الأمور. وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد، لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يضرنا. لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره، والعكس صحيح. فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، لأنهما كالجسد الواحد. ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر. فالعصابات التي تقوم بذلك يعدون الحقيقي والمشترك، وإذا عملنا سويا على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتجفيف منابعها. ومن جهة أخرى سنتأسف لتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر. والتي تسيء لصورة البلدين وتترك انطباعا سلبي لا سيما في المحافل الدولية. لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يضيع طاقات بلدينا ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا. فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنما توأمان متكاملان. لذا أدعو فخامة الرئيس الجزائري للعمل سويا في أقرب وقت يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك. شعبي العزيز، نغتنم هذه المناسبة المجيدة
لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات القوات المسلحة الملكية والطرف الملكي والأمن الوطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي المغاربة الأحرار فيما كنتم خارج داخل أرض الوطن، مرحبا بكم وأسعد الله مساءكم. كيفما شاهدتم كان هذا يعني مقتطف يعني اللي خص فيه صاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش اللي تم منذ قليل، يعني واللي طرق فيه صاحب الجلالة الموضوع ديال العلاقات المغربية الجزائرية واللي فيه رسل مجموعة ديال الرسائل للسلطة في الجزائر. وبكل صراحة يعني هذه شيء من العرب وشيء من الملوك يعني مد اليد، ودائما يعني في هذا الخطاب هذا شفنا جلالة الملك كيفاش وجه الدعوة للرئيس الجزائري باش انه يدخل في نقاش مع المملكة المغربية من اجل الحدود ومن اجل مجموعة الاشياء ومن اجل خلق التعاون واحياء المغرب العربي. بكل صراحة خطاب تفاؤل، خطاب اللي كنتمناه منذ سنين، يعني ان المغرب العربي وهاد العلاقات وداك الحلم عند كل الشعوب ماشي غير الشعوب ديال المغرب العربي، وانما كل الشعوب العربية الاسلامية كتمنى ان يجي واحد النهار اللي ما تكونش الحدود ويكون حتى التبادل والحرية ديال التنقل. الخطاب الملكي بكل صراحة خطاب للتاريخ، خطاب خاص تقرا مزيان وتلتقط مزيان من عند الجنرالات في الجزائر ومن عند الناس المسؤولين في الجزائر، لان هذه فرصة كيف ما قال صاحب الجلالة في الشعوب على الرغم من غلق الحدود فالعقول يعني راه تاعي بالامور بشكل جيد، وان التواصل ما حالش لان كاينه الميديا كيف ما قال صاحب الجلالة يعني وسائل التواصل الاجتماعي كلشي متوفر الحمد لله. هناك علاقات ما بين الشعوب، علاقات جيدة في أوروبا في جميع الميادين، يعني تتشاهد الانعكاس حتى على المستوى الريادي، يعني ملي كتشوف مغربي كينافس انت كجزائري كتشجعو، كتشوف جزائري انت كمغربي كتشجعو كتمنى انه يفوز، انه يعني كاين هاد الحب وكاين هاد يعني هاد العلاقات الطيبة. لكن للأسف السلطة في الجزائر هي اللي يعني تتوقف حجر عثرة أمام تحقيق مجموعة من الأشياء. تنتمنى أن الخطاب الملكي خطاب العرش أنه يتقرأ ويتلتقط بشكل سليم عند الجنرالات في الجزائر وعند اللي تحكموا دولة الجزائر. ويعني هذا الخطاب كيف ما قلت هو خطاب تاريخي، خطاب يعني اللي بكل صراحة إن شاء الله نتمنى أنه يكون واحد بداية جديدة لعهد جديد في العلاقات المغربية الجزائرية، لأن صاحب الجلالة خص زمن وحيز كبير في الخطاب دياله للجزائر والعلاقات المغربية مع الجزائر. وكيف ما تنعرفوا فهنا الدبلوماسية المغربية وهنا الحنكة ديال الملك محمد السادس، لأن في اللحظة تتكون عندك واحد صيت عالمي في المخابرات، صيت يعني في قوة القرار في السيادية، انك تمد يد العون يعني ما كتباهاش على الجار ديالك وعلى اللي دائما كان كيعتبرك عدو، بل بالعكس انك تمد ليه اليد. هنا كيبان ديك الحنكة ديال الملك محمد السادس اللي تنتمنى ان الله يطول في عمره والله يشافيه، وتتمنى ليه يعني عمر مديد ان شاء الله، وتتمنى كاع المغاربة احرار فيما كانوا الصحة والعافية. وجيت الختام ديال الفيديو هذا، تنتمنى ان اي حد شافنا واي حد باقي ما انتماش لعائله ميد لايف انه يدير لنا واحد الاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.